الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنقف في هذا اللقاء مع المقطع الثاني من تفسير سورة عبسة. وهذه السورة المباركة الله سبحانه وتعالى ذكر فيها وذكر فيها الإنسان بأصناف الطعام، التفكر في أصناف الطعام. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله سبحانه وتعالى امتن على هذا الإنسان وأمره أن ينظر إلى طعامه الذي يأكل منه. كيف حصل؟ وما هو أصل هذا النبات؟ أصل هذا النبات أن الله سبحانه وتعالى أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت. قال تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا في سورة عبسة: أنا صببنا الماء صبا، أي الله سبحانه وتعالى صب الماء من السماء بإنزال المطر. ثم شققنا الأرض شقا، أي ثم فتقنا الأرض فانشقت عن النبات فأنبتنا فيها جميع أنواع النباتات، وجميع أنواع الثمار والفواكه، ومنها ما يأكله الإنسان ومنها ما يأكله الدواب. وبدأ هنا بذكر الحب، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها كالقمح والشعير والذرة والأرز وغيرها من الحبوب. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، والعنب هو النبات المعروف والفاكهة المعروفة، وأما القضب هو نوع من العلف تأكله الدواب، وهو الذي يقطع ثم ينمو، وله أصناف كثيرة. مثال ذلك البرسيم، يقطع ثم ينمو مرة ثانية فتأكل منه الدواب، وأهل مكة يسمونه القت. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. وذكر هذه الثمار الأربعة لعظم استخدامها ولكثرة استخدامها ولكثرة منافعها. وحدائق غلبا، والمقصود هنا بالغلبة المقصود هنا بها أي الأشجار التي لها ظل، أي أنبتنا فيها حدائق كثيرة الأشجار التي يستظل بها، وفاكهة وأبا. والفاكهة هي ما يؤكل رطبا وما يتفكه الإنسان بأكله، مثال ذلك التين والتفاح وغيره من الفواكه. والأب هو ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب كالحشيش وغيره. فالفاكهة لبني آدم، والأب للدواب للحيوانات والدواب. ولذلك قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم
ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فمن نظر في نعم الله سبحانه وتعالى، نظر في طعامه وفي أصل طعامه، أو هذا الأمر أوجب عليه الشكر لله سبحانه وتعالى الذي سخر للإنسان هذا الكون وما فيه من النباتات والحيوانات، فهذا يجعل الإنسان يقبل على الله سبحانه وتعالى بالرجوع إليه والإنابة إليه والانشغال بطاعته. ثم الله سبحانه وتعالى يذكرنا بيوم القيامة، قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. الصاخة هي النفخة الثانية، وهي التي تصخ الأسماع من شدة صوتها. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: نعم يا عائشة. قالت: وسوءتاه من يوم القيامة، وسوءتاه من يوم القيامة. فقال يا عائشة: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل يقول في ذلك اليوم: نفسي 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 نفسي، حتى الأنبياء عليهم السلام، إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول: أمتي أمتي. يوم يفر المرء من أخيه، يهرب الإنسان من أهوال يوم القيامة من أخيه، ويفر من أمه وأبيه، ويفر من زوجته وأولاده، لكل واحد منهم ما يشغله من شدة الكرب في ذلك اليوم. ثم ينقسم الناس في ذلك اليوم إلى فريقين. أما الفريق الأول، قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وجوه السعداء يوم القيامة مضيئة مستنيرة مسرورة فرحة، قد ظهر البشر على وجوههم، وهؤلاء هم أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة، أي أولئك هم الأشقياء. وجوه الأشقياء في ذلك اليوم عليها غبار تغشاها ظلمة، أولئك الموصوفون بتلك الحال هم الذين جمعوا بين الكفر والفجور، أولئك هم الكفرة الفجرة. الكفرة في قلوبهم، الفجرة في أعمالهم، كما قال تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فالأصل في الإنسان أن ينظر في أصل إنشائه، يعرف مما خلقه الله سبحانه وتعالى من نطفة، وينظر في أصل طعامه، أنزل الله المطر من السماء وأنبت من الأرض جميع أصناف النبات، ثم الله سبحانه وتعالى يذكره بالرجوع إليه والعودة إليه، وأن هناك يوم سيجمع الله فيه الأولين والآخرين، وينقسم الناس في ذلك اليوم إما إلى السعداء نسأل الله تعالى أن نكون منهم، وإما من الأشقياء نعوذ بالله أن نكون منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.